بقناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 1376 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسجل خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 103119 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,307,457 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 25 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,855 حالة. وتم التأكد من 3,426 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 84,158. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. نذكركم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 1376 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بالفيروس إلى 103119 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 2,307,457 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 25 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,855 حالة. وتم التأكد من 3,426 حالة شفاء إضافية، ليرتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 84,158. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية كل وطنية ومسؤولية. نذكركم، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 1376 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 103119 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم الحالات المختبرية قد بلغ 2,307,457 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 25 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 1,855 حالة. وتم التأكد من 3,426 حالة شفاء إضافية، ترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 84,158. وتهيب وزارة الصحة بمواطن المواطن الالتزام قواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. المتابعين، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. كما نذكركم أن مدينة بن سليمان سجلت فقط إصابة واحدة، فيما يأتي الإجمالي هي 33 حالة موزعة على الشكل التالي: بوزنيقة 12 حالة، عين تيزغة 9 حالات، بن سليمان 7 حالات، المنصورية 3 حالات، الفضالات 2 حالات. إذا المتابعين، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، نلتقي في بث آخر إن شاء الله.